معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من باريس سياسي العراقي دكتور أمير المفرجي، مرحبا بك. إذا تتضارب الأنباء أستاذ أمير بشأن تواصل تحالفي الفتح وسائرون إلى توصلهم لاتفاق ينهي أزمة الحكومة، مع كل هذه التداعيات هل يمكن أن تنتهي أزمة الحكومة؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. من الطبيعي أن ما يقال ويشاع الآن في خصوص الاتفاق على حل للخروج من أزمة يعني تشكيل الحكومة بوزرائها السيادين الباقين هو يعني نوع من، أنا في نظري هو ليس في النهائي، وحتى إن استطاعوا أن يعني أن يصلوا إلى حل فإن هذا الحل سوف ينهار بعد يوم أو يومين، لأن المشكلة في العراق مشكلة تشكيل الحكومة يعني نابعة من مشاكل وتعتمد على عنصرين مهمين، ألا هما أولا المصالح الخاصة لهذه الأحزاب التي تتصارع على السلطة وعلى ثروات العراق، أما العنصر الثاني فهو وجود التدخل الخارجي ووجود الأزمة الأمريكية الإيرانية التي لها الأثر الكبير على مستقبل العملية السياسية في العراق وعلى مستقبل الوزارات السيادية التي تعتمد على يعني وزارتا الدفاع والداخلية والتي لها شأن خاص بمستقبل العراق، بما يحدث في الساحة العراقية، بما يحدث من مشاكل مع ظهور برة أخرى لما يسمى بداعش. إذن هناك مشاكل عديدة مرتبطة بتشكيل الحكومة والمشكلة التي جاءت بها يعني حكومة عادل عبد المهدي، والتي أنا في نظري سوف لن تنتهي بهذه السهولة، لأنها أزمة يعني تعتمد على مشاكل عويصة في العراق، ألا وهي مشاكل صراع الأحزاب والتدخل الخارجي في العراق. يعني النائبة كفاء فرحان ذكرت أن هناك انفراجا في أزمة الحقائب الأمنية في حكومة عبد المهدي، هل استحداث مناصب لأشخاص معينين يمكن أن يحل هذه الأزمة، أزمة حقيبة وزارة الداخلية؟ أنا لا أعتقد يعني هذا، بعض يعني الناس في العراق وبعض المحللين وبعض صاحبي الرأي في العراق يقولون يعني في الوقت الحاضر على أنهم وصلوا إلى نهاية النفق، ولكن المشكلة في العراق هي مشكلة يعني جدا خطيرة، لأن ما يقال عن وجود اتفاق بين هذه الجهات هو ليس إلا اتفاق شبه يعني شرعي بين رؤساء ميليشيات وميليشيات يعني تريد أن تصل إلى مناصب سيادية تخص العراق فيما يتعلق بوزارة الداخلية، بتنظيم يعني الأمن الداخلي للعراق، والذي هو موضوع حساس يعني لا نستطيع أن نضعه في أيادي لها اتصال بإيران مثلا. وشيء ثاني، الجيش العراقي هو جيش أمريكا تراه يعني من بعيد ولا تستطيع أن تضعه يعني في أيادي ليس من صالحها. إذن يقال ويشاع في العراق من قبل بعض المسؤولين، ولكن أنا في نظري المشكلة لم تنتهي لحد هذه اللحظة. أيضا نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ذكر أن هناك مطالبات عديدة من النواب لتعديل قانون الأحزاب، لأن القانون الحالي كما يقول ولد في مخاض عسير بحسب تعبيره، ما تعليقك في هذا الجانب؟ يعني المشكلة هي في العراق هي مشكلة النظام السياسي الذي جاءت به الولايات المتحدة، وما يقال عن مشكلة إعادة يعني تنظيم قانون الأحزاب هو يعني إذا نظرنا له بعين الاعتبار هو إعادة لتكوين الحكومة العراقية والإعادة للوضع السياسي العراقي، على اعتبار أن العملية السياسية قد فشلت وأن الأحزاب التي جاءت بها هذه العملية السياسية لم تستطع لحد الآن من إنقاذ العراقيين من مشاكل الاقتصادية، مشاكل المجتمع، مشاكل المياه. نحن على يعني على عتب على باب يعني الوصول أزمة اقترابنا من فصل من
من فصل الصيف ما سيحدث في البصرة يعني من المحتمل أن يتكرر مرة أخرى. إذن ما يقال عن إعادة قانون الأحزاب هو ليس إلا يعني سوى يعني للمراوغة مع الشعب العراقي يعني للوصول إلى على ما يعتقدون إلى حل نهائي لتكوين حكومة جديدة. يعني هل تعتقد أستاذ أمير أن هذا التعديل المقترح لقانون الأحزاب يمكن أن يصب في صالح الميليشيات التي شاركت في الحياة السياسية وهي تسيطر اليوم على المشهد السياسي؟ المشكلة هي ليست في أيدي الميليشيات. العراق لحد الآن يعني إذا لاحظنا أنه الولايات المتحدة لم تنتهي من العراق وسوف لن تخرج من العراق بهذه السهولة. هناك مشكلة، أزمة إيرانية عراقية إيرانية أمريكية تدور على أرض العراق. إذن المشاكل التي جاءت في العراق هي مشاكل جاءت من يعني هذه الأزمة الإيرانية الأمريكية. وما نراه في العراق من مشاكل يعني هي ناتجة من التدخل الإيراني عن طريق الميليشيات العراقية وعن طريق أحزابها في العراق، وهذا لا يرضي أمريكا. إذا نحن أمام باب مسدود يعني لا وجود لحل إذا لم نجد حل للتدخل الأمريكي الإيراني، وإذا لم نجد حل على خروج العراق من هذه الوصاية الأجنبية التي لحد الآن أغلقت أبواب الديمقراطية، ولن يكون هناك حكومة وطنية تستطيع أن تخدم الشعب بوجود الاحتلالين الأمريكي والإيراني. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من باريس ياسي العراقي دكتور أمير المفرج.